اولاد احنا هنا في اسبانيا والناحيه الثانيه فرنسا، ممكن بقى نط بالباراشوت تنزل في فرنسا، ده يبقى احلى. احنا عشان هننزل في مكان مختلف هو اقرب لفرنسا بجد. هننزل في باريس على الجيزه ونروح معايا عادي عادي، بنركب الباراشوت يا اولاد ما تفهموش غلط. يلا افتح التلاجة. ايه البرد ده؟ ايه يا لولو؟ خلي بالك على نفسك يا ولا، هتغرطك وانت نازل. You can't jump, the weather is not fine. ارجع بيقول لك ممنوع. باك اب بلان يلا بسرعه يا جماعه نعمل الطياره بتوعها يلا. بيقولك استموا يا شادي wait to the pilot, play with the plane, close the engine and go as if you're the plane is gonna crash. يا عم اصبر. مش فيك والكلام ده ريالتي، والبرنامج ده ما فيهوش تمثيل، هو دي الحقيقه. لو حد الطياره بتقع كان هيعمل زي الشيف مذكور كده. شادي بعد بسرعه ده ولا ايه الواد؟ افتح بقك. حط صوابعه في بقه عشان ما يبلعش لسانه. افتح بقك عشان ما يقعدش لسانه. شادي خلاص شادي اوبن الخرا ده، انا مش فاهم كده. خلاص بقى خلاص بقى ويت انت اوعى. الواد هيموت ولا عنده سرعه؟ ماله سخن. شادي شادي اوبن ذس اوبن ذس يا اوبن ذا هيلمت اوبن ذا هيلمت هير هير ليت مي دو ات. هو احنا كده فين؟ يا 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 امبولانس از كامينج. وي نيد ا دكتور وي نيد ا دكتور. هو شادي عنده صرع؟ هو عنده صرع؟ يا شادي فيك ولا حاجة؟ ولا حاجة شادي في ايه؟ مفيش حاجة. هو متوقع ايه يا كريم؟ ما تجيبوا له الدكتور. ما تردوا عليه تصرخوا كده. هات الدكتور. دكتور حاسب راسه يا عم، حاسب راسه حاسب راسه. بيت ابوك يا ولد. فكوا بقى الخرا اللي انا لابسه ده. هو عنده صرع؟ يلا يا ولد عبد الله. عملت فيه ايه؟ صباح الفل. انت ايه اللي حصل؟ ايه ده، هو فيلم؟ هو مالك؟ اطحن بقى اطحن.
تشتكي من حاجه؟ لا انا اتفيت عنده سرعه وعايز احط بقى ايدي في بقه. يا الله اوعى. لا سوري برو. ايه ده مش هننط؟ هي كده القصه؟ هو اللي بقى لو ده لو نطيت النهارده بجد هتموت. اي احنا عملنا كده مش معرفناش ننط. طعم على نفوس يا ناوي. لا توتر هو بيجيب اللي لا شويه ميه.